صديقي وأخي معالي الوزير كونستانتينوس كومبوس في زيارته إلى القاهرة. تجمعنا في الحقيقة علاقة قوية على المستوى المهني والمستوى الشخصي، وأسعد بكل مناسبة تجمعنا. زرت نيكوسيا منذ زمن قريب، لأن الوزير هنا في مصر، وهذا يؤكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهم، التواصل المستمر بين فخامة الرئيسين، والعمل المستمر فيما بين أجهزة الدولتين لتعزيز العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. العلاقة تطورت فيما بين مصر وقبرص لتصبح علاقة استراتيجية حقيقية، يراعي كل طرف مصالح الطرف الآخر بشكل أكيد ووثيق، ونعمل على إيجاد مجالات للتعاون وفرص لتنمية العلاقات بشكل مستمر. مباحثاتنا المنفردة اليوم تركزت بالتأكيد على العلاقات الثنائية، استعراض كل أوجه التعاون، التحديد المجالات اللي تحتاج منا مزيد من المتابعة وحتى نصل إلى النتائج المرجوة، أيضا التطلع لتحديد موعد إن شاء الله قريب لعقد اللجنة الحكومية العليا على مستوى الرئيسين لإعطاء قوة دفع جديدة، وبالتأكيد لابد من الإعداد الجيد لهذه المناسبة. كما تجمعنا علاقة ثلاثية فيما بين مصر وقبرص واليونان، أيضا نتطلع إلى تحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب والتحضير الجيد لها. فسواء على المستوى الثنائي أو المستوى الثلاثي، فهناك إرادة سياسية قوية لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ولنا رؤية مشتركة إزاء تحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأيضا إزاء القضايا الإقليمية التي نتعامل معها من خلال التنسيق والرؤية المشتركة اللي تجمعنا. وقعنا منذ قليل مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة المصرية في قبرص، مجال مهم يفتح ويؤكد العلاقة الوثيقة اللي تربط بين البلدين، وأيضا التكامل القائم فيما بينهما، بحيث نستطيع العمالة المصرية أن تعمل في المجالات التي وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، وبالتأكيد له عوائد أيضا اقتصادية مهمة بالنسبة لمصر. سوف نستمر في مباحثاتنا خلال الغداء. طبعا تركزت مباحثاتنا أيضا المنفردة والموسعة فيما يتعلق بالحرب على غزة، المطالبة بأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، دخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، ضرورة عدم محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير. وتناولنا الجهود المبذولة من قبل قبرص، جهود مشكورة لتوفير المساعدات عبر الوسائل الملاحية، وذلك كدعم إضافي لدخول المساعدات، مع التقدير بأهمية المعابر البرية. ولكن كما عربنا من قبل، فنحن ندعم كل الجهود المبذولة ونشكر قبرص على جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. لدينا كثير من القضايا الإقليمية، وانتهز هذه الفرصة أيضا لأتوجه بالشكر لمعالي الوزير ولقبرص على المساندة الدائمة لها لمصر في إطار علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي. كان دور قبرص جوهري في عملية التفاوض على الارتقاء بالعلاقة إلى العلاقة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، وتحديد الحزمة المالية المتصلة بذلك. وتستمر قبرص في دعم توجهات مصر في إطار علاقتها بالاتحاد الأوروبي، وأيضا نقل إلى المفوضية وإلى الدول الأعضاء
بحكم معرفة قبرص بظروف المنطقة والتحديات التي تواجهنا وهي تحديات مشتركة، لتنقل إلى الإطار الأوروبي كل هذه الأمور وضرورة مراعاتها في إطار بلورة العلاقات المصرية الأوروبية. فكان لهذا دور حيوي، بشكر معالي الوزير عليه. نستمر في التنسيق وتناول القضايا والتحديات المشتركة، سواء اتصالا بالقضايا قضية الوضع في ليبيا، في السودان، في سوريا، الوضع في البحر الأحمر والتحديات المترتبة، اتصالا بالملاحة الدولية، وهذا له تأثير ما يحدث الآن في البحر الأحمر على مصر وعلى قبرص، وننسق فيما بيننا لكيفية احتواء هذه التداعيات والعمل على تجاوز أثرها. مرة أخرى برحب بمعالي الوزير وسعيد بهذه الفرصة للقائه، وأتمنى له إقامة طيبة وأن نوفي ببعض الكرم اللي دائما نحظى به عندما نكون معه في نيكوسيا. شكرا، تفضل. نشكركم على حسن الفائدة والضيافة. يسعدني دائما أن أقابل معالي الوزير المصري وأن نحظى بمناقشات مثمرة، ولقاءنا اليوم يؤكد على علاقاتنا القوية والاستراتيجية القائمة على الصدق والثقة والتضامن والروابط التاريخية، عن الرؤية المشتركة حول الخطوات السياسية المستقبلية وأيضا الرفاه والرخاء الاقتصادي. وبالطبع نتحدث عن جميع التحديات التي نواجهها. كما تفضلت بالقول إن مهمتي المشتركة هو تعميق الروابط الثنائية بطريقة ملموسة، وقد أحرزنا اليوم هذا بالضبط بعد توقيع مذكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص، وهي خطوة ممتازة نحو تحقيق التعاون في المجال الاقتصادي. وقد تم استكمال هذه المهمة في 4 أشهر، وهذا مثال ونموذج حول الإرادة السياسية في إنجاز هذا الاتفاقية. وبالطبع هذا بالطبع له فائدة مشتركة للاقتصاديين، ويعمل أيضا على التكامل الاقتصادي بين البلدين. ناقشنا أربعة محاور رئيسية. أولا، أكدنا على التزامنا بالقانون الدولي بجميع جوانبه، وبالطبع أهميته وعلاقته بالتعاون الإقليمي. وقد أفدت معالي الوزير المصري حول التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالقضية القبرصية والتزامنا بحل المشكلة في حدود مجلس الأمن وقراراته ذات الصلة. مصر كانت صديق دائم لمصر في هذا الإطار، وبالطبع لديها موقف لا يتغير على في المحافل الدولية، وندين لها بذلك. إضافة لذلك، تحدثنا عن جوانب مختلفة للأجندة المشتركة والتعاون في مجال الطاقة، أيضا نقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر من أجل إسالته. وبالطبع هذا دائما خيار لانخراط القطاع الخاص، ولدينا عمل مع مصر في مجال قطاع الطاقة، وهو قطاع في غاية الأهمية بالنسبة للعلاقات الثنائية. فإن قبرص سعيدة بالإعداد لاجتماع الحكومتين القادم، وأيضا الاجتماع الثلاثي العاشر مع وفي إطار آلية ثلاثية مع اليونان. وناقشنا أيضا الوضع في المنطقة في غزة. وبالنسبة لقبرص يمكننا تلخيص موقفنا كالتالي: 1، إن توسع العمليات العسكرية داخل غزة
ورفح يخلق عواقب وخيمة ويجب أن يتوقف. وأيضا ندين الهجمات العسكرية والجوية التي تودي بحياة المدنيين بما في ذلك الأطفال. هناك حاجة ملحة لإطلاق نار، لوقف إطلاق النار فوري، ومصر تقود الطريق والمسار نحو هذه الجهود. وبالطبع المجتمع الدولي ينبغي أن يدين بالشكر لمصر ويقر بقيادتها لهذا العملية. أربعة، عبرنا عن شواغلنا أيضا حول الوضع الإنساني السيء في غزة، وعلينا أن ندفع قدما بمسار المساعدات الإنسانية وزيادتها بالنسبة لمعبر رفح. هذا هو خط الحياة لسكان غزة ولا بديل له. ولهذا أكدنا دائما أن وجود ممر للمساعدة الإنسانية البحرية من قبرص هو يعوض بشكل أو بآخر بذلك. بالطبع أن الوضع سيء جدا في غزة وهذا يعوق المساعدات الإنسانية، ولهذا أن أي إسهام في هذا المجال مهم جدا. لدينا واجب معنوي لمواصلة جهودنا، ولهذا نسهم وفقا لقدراتنا، ولكن بالطبع نؤكد على أهمية المعبر البري. إضافة إلى ذلك هناك بالطبع مخاطرة متزايدة لانتشار المشكلة، فكما نرى في البحر الأحمر ولبنان وغيرها من المناطق في المنطقة. ولهذا علينا أن نتوخى الحذر لأي مشاكل أخرى. وعبرنا مرة أخرى عن تقديرنا لجهود مصر الكبيرة في جميع هذه الجبهات. لقد أبرزت قيادة رائعة وقامت بدور محوري من أجل استقرار المنطقة. أخيرا، إن الأفاق السياسية بالطبع محور رئيسي لاستقرار المنطقة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين هي نقطة مهمة جدا وخيار سياسي محوري. وقد أقرت القبرص بحق التقرير الذاتي للفلسطينيين ودولة فلسطين عام 88، وقد أثبتت قبرص في أنها تؤكد على موقفها ومبدأها في هذا الإطار. وناقشنا أيضا كيف يمكننا التنسيق على مستوى دولي وخاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقمنا بتعزيز موقف مصر ودعمها في جميع الجوانب من خلال علاقتها بالاتحاد الأوروبي، وسنواصل هذا الدعم بكل ما أتينا من قوة وفرصة. بالطبع الاتحاد الأوروبي يجب أن يفهم أن من خلال دعم مصر في جميع المجالات فإنها تدعم أمنها كاتحاد أوروبي. وفي الختام، شكرا جزيلا معالي وزير الخارجية المصري، شكرا على المناقشات المثمرة وحسن الوفادة والضيافة، ونتطلع لاستكمال مناقشاتنا في فترة الغداء. Now we're opening the floor for questions. السؤال موجه لمين؟ سؤالي لمعالي الوزير القبرصي حول مذكرة التفاهم التي تم اليوم توقيعها بين معاليكم ومعالي الوزير سامح شكري. يعني بنقول يعني لتوظيف العمالة المصرية في قبرص كخطوة عملية جديدة لتحقيق الانتقال المنظم للعمالة، فهل أن تطلعنا من تفاصيل بشأن هذه المذكرة، وأيضا يعني كيفية تحقيق يعني الاستفادة القصوى للجانبين المصري والقبرصي ومجالات العمل بالنسبة للعمالة المصرية؟ شكرا جزيلا. إنه لتعزيز حركة العمالة وتمكين العمالة المصرية في جميع القطاعات الاقتصادية حتى يستطيعوا العمل في قبرص بطريقة منظمة وتسهم بالكفاءة وبالطبع وفقا لاحتياجات الاقتصادية لدينا. فهناك قطاعات كثيرة بحاجة إلى هذه العمالة، نقوم بالتنسيق في هذا الإطار، وهذا سيسمح للمصريين بالعمل بعقود ثابتة لعامين أو ثلاثة
في قطاعات. القطاعات العمل سيتم تحديدها بالتنسيق مع الجانب المصري وعدد العملاء. سنقوم بعمل مشروع تجريبي أو نموذجي للعام الأول، وسيكون هناك لجنة للإشراف على تنفيذها ورصدها، وستضم الوزارات المعنية التي لديها المسؤوليات ذات الصلة. وهذا التنسيق سيمكن قبرص أيضا من الاستفادة القصوى من العمالة المصرية التي ترغب في العمل في الخارج، وأيضا توفر المهارات اللازمة لهذه العمالة عند عودتهم إن كانوا سيعملون في نفس الصناعة وفي نفس المجالات. وهذه الخبرة بالطبع ستكون مهمة جدا، وهذه مذكرة هامة، ونعتقد أن بقية العلاقات الاقتصادية مهمة وسنعمل على تعزيزها وتعميقها. I'd like to comment on that. بسيط، لابد أن يؤخذ هذا الاتفاق في إطار الثقة المتبادلة القائمة بين البلدين والعلاقة اللي بتربط بين الشعبين من الصداقة والقبول المتبادل فيما بين الشعبين. لابد أن يتحقق ذلك الاتفاق، أن تكون هناك هذه الأرضية الوثيقة من الصداقة والقبول المتبادل لدى الشعبين، وفي نفس الوقت هي الثقة المتبادلة بين الحكومتين بأن يستطيع أن ينظم هذا الأمر بما يخدم مصلحة البلدين، بأن يتم توفير عمالة مدربة مؤهلة موثوق من قدرتها تكون داعمة من خلال ليس فقط قدرتها في إطار العمل، ولكن أيضا في استعدادها للانخراط في المجتمع وفقا لطبيعة هذا المجتمع وسماته. وهذا يتم من خلال التنسيق ومن خلال الأجهزة الحكومية فيما بين البلدين، ومراعاة للأولويات القبرصية في هذا الصدد. أستاذة سوزي الجنيدي، تفضلي من الأهرام العربي. شكرا. شاهدنا على مدى الأيام الماضية طرح أفكار أمريكية في إطار صفقة ربما لإطلاق وقف إطلاق نار، وأيضا تبادل المحتجزين والأسرى. إلى أي مدى، في ظل طبعا تأرجح الموقف الإسرائيلي حتى الآن للأسف، إلى أي مدى ترى سيادتك سيادة الوزير سامح شكري إمكانية الوصول لاتفاق في إطار هذا الصفقة حوالين عناصرها، وأيضا كيف يمكن لمصر أن تستغل علاقاتها الإقليمية والدولية من أجل منع هذه الصفقة من الانهيار في ظل التأرجح الإسرائيلي، وربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للأسف أو الصفقة الأخيرة. شكرا. ما لمسته خلال الاتصالات اللي تمت مؤخرا، سواء في زيارة المجموعة العربية لباريس ولقاء الرئيس ماكرون، ثم اللقاء مع المجلس الأوروبي 27 وزير سواء على مستوى المجمع أو اللقاءات الثنائية التي جمعت فيما بيني وعدد كبير من الوزراء، وفي خلال زيارة أسبانيا بالأمس، والاتصالات التليفونية العديدة تمت بما فيها مع الوزير الخارجية الأمريكي، أن هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف، أنه حان الوقت أن تتوقف، أن نتيجة الضحايا، عدد الضحايا الغير مسبوق، حجم التدمير الغير مسبوق، الأوضاع الإنسانية المتردية متفاقمة في الأراضي الفلسطينية، صبر المجتمع الدولي قد نفذ ويجب أن تقف هذه الحرب. الطرح على الطاولة، ومصر انخرطت لأشهر طويلة مع الولايات المتحدة وقطر في إطار الوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات و منع أي نوع من التصفية للقضية الفلسطينية، وأيضا الحديث حول أهمية التناول الشامل للقضية وتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. فلا يمكن بعد كل هذه التطورات وهناك تنامي
في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الاعتراف الذي تم للدولة الفلسطينية من عدد من الدول الأوروبية، إيرلندا، النرويج، أسبانيا، سلوفينيا، والتفكير بشكل جدي لعدد آخر من الدول الأوروبية في اتخاذ ذات القرار، هو أيضا دليل على التشبث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة التحقيق هذه الحقوق وتنفيذ حل الدولتين مع ضرورة وقف إطلاق النار. الطرح يؤدي إلى ذلك، وبالتأكيد أنه يجب أن يتم انخراط الجانبين لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما أكدنا عليه في البيان المشترك اللي صدر عن مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي البيان اللاحق من مجموعة من الدول العربية بعد التواصل الذي تم فيما بيننا هاتفيا. كل الجهود الآن بتركز على ضرورة وقف هذه الحرب، وهذا يقتضي الارتقاء إلى المسؤولية والتجاوب مع هذا الطرح، وبالتأكيد كأي مفاوضات على الأطراف أن يتفاعلوا بشكل إيجابي، بشكل مرن، بشكل يحقق مصالحهم بشكل متساوي. ولكن هنا عنصر الإنساني، العنصر الأخلاقي المرتبط بما تعرض له الشعب الفلسطيني يجب أن يكون في صدارة الأمر، ولابد من التعامل مع هذه القضية بشكل أكيد يؤدي إلى وقف القتال. أستاذة سارة الشرقاني تفضلي من الدستور. سؤالي لوزير خارجية قبرص، نحن نرى في الأونة الأخيرة تقارير خاصة بالصعوبات اللوجستية التي تقابل تفعيل عمل الممر البحري مع قطاع غزة بالشكل الملائم، فهل يمكن إطلاعنا على الوضع الراهن لعمل هذا الممر، وأيضا ما تقييمكم لدور المستقبلي خاصة إذا ما تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع وعودة عمل المعابر البرية؟ شكرا. Crossings were closed. Yes, I mean, it has been reported there have been some نعم هناك بعض هذه التقارير وهناك بعض التفاصيل الفنية حول الموضوع. بالنسبة للسياحة مثلا والمناخ أيضا وبعض الأمور متعلقة بتأسيس هذه الممر، وهناك بعض التقارير وبعض الإعلانات الأمريكية، هناك جدول لهذا الموضوع ونعتقد أنه سيتم تشغيل هذا الأسبوع، ولكن هذا لم يوقف المشروع. هناك سفن تذهب كل يوم أو اثنين إلى هناك، وهناك مكان لتخزينها هناك في السفن في غزة حتى يمكن تحميلها وتوزيعها في غزة. الحقيقة أن عملية معقدة جدا تضم كثير من التفاصيل، وأيضا نحن بحاجة إلى دعم لوجستي قوي فيما يتعلق بالنقل والسفن والتحميل والتوزيع وغيرها من الأمور، ولكن الأمور تتقدم في هذا الإطار. هناك مزيد من التفاصيل في كثير، وهو دائما يكون هناك نوع من التأخير، وهذا طبيعي في هذه العمليات، وهذا لن يكون بديلا عن المعبر البري. ومع نهاية الصراع ندعم بالطبع فتح جميع المعابر البرية، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، وبالطبع هذا سيغير من ديناميكيات الوضع، وهذا سيمكن وبالطبع سيمكننا من إدخال مزيد من هذه المساعدات إلى غزة، وكلما زادت هذه المساعدات سيكون أفضل، لأن الوضع الحقيقة سيء جدا الآن، وأي مساعدة ندخلها هناك هو من مصلحة الشعب الفلسطيني. كلما زاد الدعم كلما تحسن الوضع. أستاذ محمد نشأت تفضل من روسيا اليوم. سؤالي موجه لسيادة الوزير سامح شكري. سيد الوزير، الموقف المصري بيتسم بضبط نفس شديد، ومن الواضح أن القاهرة بتتعامل بحكمة بالغة تجاه التجاوزات الإسرائيلية المستمرة في محيط معبر رفح أو في طول الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل.
هل من الممكن سيادتكم أن تطلعنا عن تفاصيل الاجتماع المصري الإسرائيلي الأمريكي الذي عقد هنا في القاهرة، وما هي محددات الموقف المصري في التعامل في هذه المفاوضات، خاصة وأن القاهرة تتمسك بمبدأ ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح لاستئناف تشغيله؟ شكرا فندم. اللقاء الثلاثي كان معني بالأساس بقضايا المرتبطة بنفاذ المساعدات الإنسانية والإجراءات الضرورة اتخاذها، وأيضا مراعاة الأوضاع على الحدود المشتركة، وهذا يأتي في إطار طبيعي من التنسيق لمحاولة إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. معبر رفح تم إغلاقه نظرا لأنه أصبح مسرح عمليات عسكرية، تراشق فيما بين المحاربين، لم يكن من الملائم حفاظا على حياة سائقي الشاحنات وحياة العاملين في مجال الإنساني، أن يظل وسيلة لنفاذ المساعدات والعاملين في المجال الإنساني لما قد يتعرضون إليه من استهداف ومواجهة الأضرار المرتبطة بهذه الأعمال العسكرية. لكن في نفس الوقت نحن نحرص على توفير المساعدات، والآن من وسائل منفذ الإسرائيلي كرم أبو سالم، رغم أنه تكتنفه كثير من الصعوبات، ومن هنا أهمية معبر رفح وأهمية إعادة تشغيله وأهمية أن لا يكون محل للصراع العسكري إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالأوضاع الإنسانية في غزة. في الحقيقة لابد أن يسأل المجتمع الدولي ما هي العوائق التي تفرض على المساعدات، عوائق تفرض في كل الوسائل المتاحة، عوائق أطلعني عليها معالي الوزير حتى في الإطار البحري، نحن نتعرض لعوائق من حيث رفض كثير من الشحنات أو التأخير في دخولها أو التعامل معها بشكل فيه تعمد لعدم توفير هذه المساعدات وتوصيلها إلى المنظمات الإنسانية التي تعمل على توزيعها، وأيضا الحد من قدرة هذه المنظمات بأن تطلع بعملها رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها. ومرة أخرى أتوجه بالعزاء لكثير من هذه المنظمات للضحايا من أفرادها اللي فقدوا أرواحهم دفاعا عن العمل الإنساني لمراعاة احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة. سوف نستمر في هذه الجهود، بالتأكيد أن الوضع الحالي سواء الأعمال العسكرية أو التواجد العسكري الإسرائيلي في رفح أكدنا رفضنا له لأثره على دخول المساعدات وإمكانية توزيعها. سوف نستمر في متابعة المطالبة بعودة الظروف التي تؤهل لفتح المعبر بشكل كامل ودخول المساعدات وتنفيذ الولاية المكالة إلى منسقة الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2027 الذي لم يتم تفعيله حتى الآن، لم يتم تفعيله رغم انقضاء ما يقرب من 5 أشهر عن صدور القرار. كل ذلك نعمل على توفير الظروف حتى نواجه المصاعب الكبيرة والوضع الإنساني في قطاع غزة. شكراً.